دلوقتي خليني أروح لمحافظة القليوبية واللي تم فيها تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان لتكريم عدد من ذوي الهمم والقادرون باختلاف. الاحتفالية بدأت بآيات من القرآن الكريم ثم فقرة عبارة عن قصيدة شعرية عن مصر قدمتها إحدى الطالبات من مدرستي النور للمكفوفين وتم ترجمتها للغة الإشارة من قبل أحد الطلبة من مدرسة الصم وضعاف السمع. ثم تم عرض لجهود وإنجازات وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة وتم التأكيد خلال الاحتفالية على أهمية وضع ذوي الهمم في دائرة الاهتمام وأن الدولة المصرية لا تألو جهدا لتقدم أفضل ما لديها لخدمتهم ودائما ما تستمع لأفكارهم واللي بتعبر عن قدراتهم الفذة.